ما معنى اسم رازان؟ اسم رازان من الأسماء العربية المؤنثة ويكتب بفتح الراء رازان، وهو مأخوذ من كلمة الرزانة، ويعني اسم رازان المرأة التي تتصف بالوقار، حيث تتصف بالرزانة عند الجلوس معها في مجلسها، كما وتتصف بالعفة. واسم رازان هو المؤنث من رزين، الذي يعني الإنسان الذي يمتلك الوقار والحلم، كما ويعني الثبات والسكون. لم يذكر مانع شرعي في تسمية الفتيات باسم رزان، ومعنى اسم رزان مأخوذ من التأني والرزانة وعدم العجلة مع الأناة والتثبت. والدليل على مشروعية التسمية باسم رزان أن الإسلام حث على معناه الحسن الطيب، إذ حث النبي عليه الصلاة والسلام على التأني، وذلك في قوله: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم المزفة. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ومن أشهر الشخصيات التي حملت اسم رزان الإعلامية رزان مغربي اللبنانية الجنسية، وهناك الشاعرة السورية الأصل رزان أياسو.